إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن الثقة بالله طمأنينة في النفس، وسكينة في القلب، وراحة للبال، حينما يكون الإنسان واثقًا بربه فإنه يكون مستقر الفؤاد، لا يخاف شيئًا، يعلم أن كل شيء من الله، أن الخير والشر بيد الله، وأن ما يأتيه من الله هو خير كله ونعمة. يعلم أن السراء والضراء بالنسبة إليه حال كونه على الإيمان صابراً في ضرائه وشاكراً في سرائه فهو في خير. ولكن الثقة بالله ليست مجرد كلام يقوله الإنسان بلسانه دون أن يحل قلبه، بل هو عمل قلبي وعمل بالجوارح أيضا، وفهم صحيح لا يخطئ العقيدة يعلم به أن الثقة بالله لا تتعارض مع العمل بالأسباب. الأسباب التي أجراها الله عز وجل في سننه الكونية، فهو يأخذ بالأسباب مع كونه واثقًا بربه عز وجل أنه لا يخذله، وأنه لا يتركه، وأنه يقدر له ما هو الخير، واثقًا برحمة الله وحكمته في كل تصرفاته سبحانه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي ننهل من سيرته ما يبين لنا ما ينبغي علينا أن نفهمه من هذه المفاهيم العالية. حينما طارده قومه وأراد أن يهاجر، وكانوا يريدون قتله، لما وصلوا إلى فم الغار خاف ذلك الصديق العظيم على الرسول الكريم خوفاً عظيماً، حتى قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في ذلك الموقف المخيف المرعب. مهما كان الإنسان قوياً، ومهما كان الإنسان رابط الجأش، مهما كان الإنسان شجاعاً عندما يحيط به أعداؤه والذين لا يريدون منه إلا أن يقتلوه، إلا أن يجهزوا عليه عداوة شديدة جداً أحاطوا به وصلوا إليه، فقط بقي أن
أن يرفع أحدهم قدمه لينظر في فم الغار، وإلا فستسلك السيوف من جسده كل مسلك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يخف، أعطانا موقفاً عظيماً ربما لا نتصوره إذا لم نكن نحن من أهل ذلك الموقف. فأبو بكر لم يخف على نفسه، لكنه كان مبرراً له أن يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي لا يجد محبوباً في خلق الله مثله، لا يريد أن يفقده. أما نبينا عليه الصلاة والسلام والذي أنزل الله سكينته عليه وأيده، فقال لصاحبه أبا بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فخلد الله هذا الموقف في كتابه يتلى إلى يوم القيامة: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هنالك الثبات والسكينة التي لو أن مثل ذلك الموقف طاح بالجبال لأطاح بها خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحرك إلا بالإيمان والثقة. يا أبا بكر، تصور أنك في الموقف وتسمع هذه الكلمات: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يخاف مثل هذا؟ من كان في مثل هذا الموقف يخاف؟ لا يخاف. هذه الثقة، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن الذي يتصرف في هذا الكون هو أرحم به من أبويه. لو كنت في موقف من المواقف وقيل لك: من تريد أن يختار لك المصير؟ فربما تقول: أبي أو أمي، لأنك تعلم أنهما لا يمكن أن يكون منهما إلا الرحمة بك. لكنك إذا خيرت فلتقل: أن يختار لي ربي فهو أرحم بي من أبوي. ثقة يعيش معها الإنسان حياة لا قلق فيها، لا أرق، لا جزع، لا خوف. ماذا تريد عندما يكون الذي بيده أمرك هو ربك سبحانه وتعالى؟ ثقة إذا سألته فأنت واثق بإجابته، وأنت موقن بالإجابة، وموقن أنه إذا أخر عنك الإجابة بحكمته، موقن أنه لم يؤخرها إلا لحكمة، ربما لو قدمها أضر بك فأخرها لينفعك، وربما دفعها عنك ليدفع عنك شرا عظيما أنت لا تدركه. فيخلف ذلك في قلب أهل الإيمان من راحة البال ومن الطمأنينة ما الله به عليم. عندما تكون، وهذا كل إنسان يحتاج إليه، أن يأوي إلى ركن شديد، فإذا كان ركنك الشديد أنت تأوي إليه أصلاً، إنك تأوي إلى ركن شديد لكنك قد لا تستشعره. ربنا سبحانه وتعالى قد يضعك في ظرف شديد، ربما تراه نفقاً مظلماً لا تدري ما آخر هذا النفق، ولكنه بذلك يظهر لك عظمته حينما يخرجك من ذلك المأزق. فبدل أن يذهب عنك كل الابتلاءات وتمضي أنت بطريق سهل فلا تعرف معنى أنه يفرج الكرب وأنه ينفس الهم
وأنه يزيل الابتلاءات مهما عظمت، حتى يعرفك بنفسه، حتى تستشعر به، حتى تعرف الأنس به. يضعك في بعض الظروف وتبدأ برفع اليدين والقلب يكاد أن يخرج من مكانه، فإذا ادلهمت الأمور أظهر لك عظمته، كيف أنه يخصم الجبارين، وكيف أنه ينتقم من الظالمين، وكيف أن الظالم لا يفلت من يديه، وكيف أنه يخرجك من الكرب مهما كان قويا وعظيما، فتعظمه وتجله وتعرف له مكانة وقدرا. فإذا كنت أنت كما قال بعضهم الثقة بالله، أن تكون وأنت في بحر مائج تتلاطم أمواجه كما لو أنك على اليابسة، لأنك بين يدي الله هنا وهناك، فالذي ينصرك وأنت على اليابسة هو على نصرك قدير وأنت في لجة البحر. لكن القضية أن الإنسان ضعيف، أن الإنسان القلب يتقلب كالريشة تقلبها الريح ظهرا لبطن. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، بل يعلم الصغار، نعلم صغارنا. يقول لابن عباس وهو ما زال غلاما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفعت الأقلام وجفت الصحف، لا مجال للتغيير. المسلمون كانوا يجدون في المدينة من خبث اليهود وما كانوا يفعلونه قبل مجيئهم إلى المدينة من التحريش بين الأوس والخزرج والفتن، ودخلوا مع المسلمين ببعض العهود، وكان بنو النضير لهم حصون قوية محصنة ما كان المسلمون يطمعون بأن يخرجوهم منها، فصاروا يظهرون بعض العداء. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعسكره باتجاههم وحاصرهم، وقذف الله في قلوبهم الرعب حتى خرجوا، وصور لنا سبحانه وتعالى صورة القوم في كتابه يبين لنا كيف حصل لهؤلاء، ما الذي أصاب هؤلاء، ويبين لنا ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كذلك ما حصل للمسلمين في بدر، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج للمسلمين بعد دعاء طويل، حينما يجد ثقة المسلمين بربهم عالية، حينما يقول له أبو بكر: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز ما وعدك، ثقة. فخرج عليه الصلاة والسلام وقد سره ذلك، وقال: والله لكأني أرى مصارع القوم. ثبات وتثبيت، ويرغبهم، يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والصحابة تفاعلون حتى يقول عمير بن حمام: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. فيقول: ما حملك على قولي بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه وأخذ يأكلهن، ثم قال: والله لئن عشت إلى أن آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فرماها وانطلق يقاتل القوم حتى قتل.
الله أكبر. وفي أحد أصابتهم الجراح، جراحات عظيمة، القرح، وبعد الجراحات خرجوا مع خوف شديد وفزع شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. والمشركون قد دالت لهم بعض الدولة والمسلمين بعض الدولة وانطلقوا، فأمرهم الله أن يلحقوهم وهم في تلك الجراح ويتبعوهم إلى حمراء الأسد، فاستجابوا رغم تخذيل المخذلين وتخويف المخوفين، انطلقوهم في تلك الحال. وصور الله حالهم في تلك الثقة العظيمة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انطلق المشركون وفروا في الصحراء وتبعثروا. وكانت هذه خاتمة أحد من أعظم النصر، وإن حصل في أثناء الغزوة بسبب بعض ما حصل للمسلمين، لكن الثقة استمرت وبقيت عالية. المسلم ينبغي عليه أن يكون عارفا أن هذه الثقة لا يجب أن تتزعزع أبدا. في الخندق، إخواني، الذي حصل في غزوة الخندق معجزات، المشركون توافدوا من كل جهة وتداعوا على المدينة، اليهود اجتمعوا معهم من الخارج، ونقضت بنو قريظة من الداخل العهود وفتحوا الباب للمشركين. المنافقون بدأوا يشككون في نصر الله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. في هذا الموقف الرهيب خاف الناس وهم بشر، لكن هذا الخوف لم يبعد الثقة، لكن وصل الخوف بهم إلى درجات. وصور الله الموقف، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولكن الثقة التي عند المؤمنين أيضا صورها الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن الهزيمة قد تصيب الجماعة المسلمة لأسباب من أعظمها أن يفقدوا الثقة، اليأس. وبالثقة بالله تكون هذه من أعظم مقومات النصر، أو أن يصيبهم التشتت والتفرق والخلاف والمعصية. والله تعالى قد وعد بالنصر، وهو منجز ما وعد، لكن كما قال الله تعالى في أحد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. الاستعجال أيضا من أسباب الهزيمة،
والصبر والثبات من أسباب النصر، أن يكون الإنسان غير مستعجل، انتظر النصر يحتاج الانتظار، وكل ذلك بثقة من الله. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والمسلمون يعذبون، يأتيه خباب بن الأرت يذكر ما فيه من عذاب، ما أصابه، ما أصاب المسلمين، يقول له والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فمن أعظم مقومات عزة المسلمين أن يكونوا على ثقة تامة بالله، سواء أتعجل إليهم الخير أم تأخر عنهم، فهذا بحكمة وهذا بفضل ونعمة، وكلاهما خير للمسلمين. أنت تعلم ذلك أنه لا يأتي منه سبحانه وتعالى إلا ما كان بحكمة وعدل وفضل وعلم منه سبحانه وتعالى، وأنت مسلم هو وليك أنت وليس ولي غيرك، فكيف تخاف وكيف تجزع؟ وإذا تأخر النصر، قال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عباد الله، في الختام نقول ينبغي أن نعلم أبناءنا على الثقة بالله مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وأن كل شيء هو بيد الله، بيده إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، لا تنظر إلى غيره أبدا. نعم اعمل بالأسباب، لكن تذكر دائما عندما يصيبك أي شيء أو يصيب ابنك علمه، أول ما يصيبك الشيء لا تفكر بالطبيب فقط، أول ما يصيبك مصيبة لا تفكر بالوسائط الناس، أول ما يحصل لك شيء لا تفكر بالرشاوة، أول ما يضيق عليك المال لا تفكر بالربا وبالبنوك، عندما تصاب بضائقة لا تنظر إلى الخلق، تذكر إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك ووفقهم إلى كل خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.